حياه بوفرشن رئيسه المنظمه المغربيه لانصاف الاسره. اليوم نحن سعداء اننا تمكنا من يعني الاتيان على نهايه مشروع اللي كتدعموا وكتمولوا وزاره الداخليه من خلال صندوق الدعم لتشجيع المشاركه السياسيه للنساء. هذا المشروع اللي هو كيدور حول تقييم المشاركه السياسيه للنساء سواء من حيث الاستحقاقات او من حيث المشاركه داخل المجالس وكذلك الانتزاع المقاعد داخل الهياكل التقريريه. اليوم هذه الجلسه الختاميه فيها كذلك تقييم للعمل طيلة 5 أشهر من منذ فبراير إلى يونيو، فيها يعني تقييم على جميع المستويات، تقييم مستوى الخبراء، تقييم يعني الدورات التكوينية، تقييم أداء يعني المؤطرين، كذلك مدى التزام المستفيدات، وكذلك مدى استطاعة الجمعية تهيئ كل الظروف والشروط المناسبة وشروط الراحة للتكوين لا من حيث كذلك لا من حيث التغذية ولا من حيث اللوجيستيك إلى آخره، وكذلك الوثائق وهي الأهم. فبصفة عامة كنعتبروا نفسنا باننا استطعنا اننا ننفذوا التزاماتنا مع صندوق الدعم، يعني من حيث انجاز دراسه ميدانيه علميه على 280 من النساء من كل المستويات السوسيو اقتصاديه والسوسيو ثقافيه، كذلك يعني قدرنا اننا نحققوا كل وننظموا كل الدورات التكوينيه اللي هما كانوا طالبوا فيها في الاستمارات ديال الاستقبال، وتمكنا كذلك من جلب يعني نساء رائدات في مجال السياسه ولهن باع كبير، استطعنا اعطاء يعني تجربتهن سواء يعني في المجال السياسي او المجال كذلك على المستوى الشخصي وعلى المستوى الانساني. فكل الشكر لوزارة الداخلية، شكرا لصندوق الدعم، وأعتقد بأن المجتمع المغربي والمرأة المغربية لا زالت في حاجة إلى هذه المواكبة من طرف صندوق الدعم. الشكر الجزيل لعملة سلا، لكل الخبراء الذين لأنهم واكبونا خلال هذه الفترة كلها، الشكر للطاقم الإداري والتقني للمنظمة المغربية لإنصاف الأسرة، الشكر كذلك للإعلام اللي واكبنا منذ الحصة الأولى إلى الحصة الختامية، ونتمنى إن شاء الله نتلقوا في مشروع مستقبلي إن شاء الله. لكم معكم الدكتور عبد الرحيم العطري، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أستاذ أساسا في السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا. اليوم نتواجد هنا بمقر المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة وتحديدا بمدينة سلا بقرية ولاد موسى. نتواجد هنا من أجل اختتام فعاليات الورش التكوين الهام الذي أنجزناه بشراكة مثمرة بين المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة ووزارة الداخلية. هذا الورش يتوزع على مجموعة من اللحظات والمحطات الأساسية، فهناك التشخيص التشاركي الذي انطلقنا منه في البداية، هناك بالإضافة إلى ذلك الدراسة الميدانية التي أبرزت لنا الحاجية التكوينية للنساء من أجل تقوية قدراتهن، وأبرزت أيضا أن المرأة يعني أنها تشارك بقوة في العملية الانتخابية كناخبة، ولكن للأسف شديد لا تصل إلى دفة تسيير المجالس المنتخبة والغرف المهنية. وهذا المشروع الذي يعني تشرف عليه وزارة الداخلية هدفه الرئيس هو تشجيع النساء على دخول غمار تجربة انتخابية وتشجيع حضور تمثيليتهن في المجالس المنتخبة والغرف المهنية. إذن هنا ماذا يتوجب؟ يتوجب التكوين كما أفضت إلى ذلك نتائج الدراسة الميدانية، ولهذا أقمنا مجموعة من الورشات التكوينية حول مهارات وتقنيات الترافع، حول التواصل السياسي، حول التواصل العلائقي، أيضا حول المهارات الناعمة، ثم التواصل السياسي، وأضفنا إلى ذلك ورشات لتقاسم التجارب
لتقاسم قصص النجاح مع نساء رائدات في العمل السياسي، مع نساء مشاركات في العملية انتخابية كمنتخبات، لكي نشجع النساء ونقول لهن بأنه لا منصة من دخول غمار الممارسة الانتخابية، وأن الاتجاه مؤنث، وأن المرأة المغربية قادرة على صناعة التغيير، وأنها لا تؤمن بالمستحيل. إذن نحن هنا لنحتفي بالنساء اللواتي حرصنا على حضور هذه الورشة التكوينية، النساء اللواتي ساهمنا في إنجاز الدراسة الميدانية وفي إنجاز التخطيط التشاركي، لكي نقول لهن شكرا بحجم السماء، شكرا من شغاف القلب، ومن كنا تعلمنا الكثير، تعلمنا بأن المرأة المغربية هي قصة نجاح حقيقية، علينا أن ننتصر لها وأن نعود إليها لنفهم كيف استطاعت هذه المرأة المغربية أن تتفاوض مع الفقر، أن تتفاوض مع مشاكل الحياة، وأن تربي الأبناء، وأن تصل إلى أعلى المراتب، كل في تخصصه، كل في مجاله، وتقو دائما تبقى أكثر ارتباطا بالتمغربيت وأرثر ارتباطا بهويتها. فشكرا للمرأة المغربية التي نحن مدينون لها بكل شيء. شكرا. تواجدي اليوم في المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة في إطار التكوين المنظم من أجل مشاركة سياسية للنساء، مشاركة فاعلة، مرة أخرى أقول لأن كانت هناك مشاركة أولى لي في نفس البرنامج، اليوم كانت مشاركتي فيما يخص أولا تجربتي كفاعلة ميدانية، انطلقت من الفعل الميداني الجمعوي إلى الفعل السياسي كمستشارة جماعية وكبرلمانية، لأن هو مسار طبيعي جدا، ما صار من الميدان من المجتمع المدني إلى السياسة، لأن يكون هناك إلمام بواقع معاش وبمشاكل ميدانية. كان أيضا فرصة لتأطير المستفيدات وبعض المستفيدين، لأن هناك لجان أيضا من التواصل السياسي، شروط التواصل وسبب أسباب نجاح التواصل، تواصل سياسي، تواصل انتخابي، الخطاب السياسي، الخطاب الانتخابي، وهذه كلها مفاتيح تغني المستفيدات في مسيرتهن من أجل المشاركة السياسية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.